في حلقه الشعر ولا في حلقه الوجه؟ يعني جرت العاده عندنا هنا ان الانسان لما يدخل يجد واحد بيحلق شعره يقول له نعيما، فالتاني يرد عليه يقول له ايه؟ انعم الله عليك. فالمسألة دي بدعه ولا مش بدعه؟ المسألة لا علاقه لها بالبدعيه ابدا. لماذا؟ لان البدعه طريقه محدثه في الدين، في الدين. دي مساله مهمه جدا، تضاهي الشرعيه يقصد بها التقرب الى الله عز وجل. فدي مسألة لا علاقة لها بالدين. نمرة اثنين أننا لا نتقرب به إلى الله. نمرة ثلاثة إن ما فيش هناك أمر مشروع في هذه المسألة فنحن نضاهيه به. يعني ما فيش هناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق شعره فليقل لصاحبه كذا. فإحنا عملنا بقى حاجة تضاهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا. فهذا الأمر ليس به بأس، لكن لو بيحلق اللحية طبعا ما تقولوش نعيما، مش كده ولا ايه؟ تمام.